ديرتها غير دير معاها مليح معليش ندير معاك كاين جيت هذا هذا أول حالة ضرينا بها هنايا في منطقة البليدة بداء الكوليرا على حسب ما ينظر. شكون يتقاس في العائلة؟ عائلة كومبلي، الأولى خويا من بعد بابا ومن بعد غلعوا بشوية بالواحد بالواحد حتى لحقت 14 واحد في السبيطار بوفريك. أنا عندي طفل مريض بقلبه وراه يخرج بالماسك ويدخل بالماسك، وعندي امراه مريضه بلا طونسيو من هذا التي بي هذا الواد هذا هنا، طالبين من السلطات تجي تشوف ندير لنا حل، تنقي لنا هذا الواد، ترحلنا، ما انا طالبين والو منها، طالبين هم يشوفوا فينا بنظره العين. شحال من سنه وحنا رانا في الواد، غبينا واشترينا وسخر علينا وكل هذا كل حاجه لينا، والمراض ندير انا مرضو كاع بالكوليرا مساكن. او انسان جاري، انا جاري قريب مات، لو كان شفتوا الفيديو تاعو احنا حسبناه ميت. 14 عائله علاه؟ وتقولوا احنا لا سبيطارات لا ما كان والو هنا، سورتو ولايه بليده هذه ما فيها والو.